الاهالي برضو بنشكر سلطه حماه او مكافحه التدخين والارجيله طبعا الارجيله والمخدرات اللي هي آفة مجتمعنا. اليوم في كتار ناس مجتمعنا بيفكروا الارجيله هاي بسموها برستيج، يعني الارجيله اللي بدخن ارجيله يعني هذا على مستوى يعني زلم. ايوه صار زلم. بس انتوا عرفوا انه الارجيله اخطر حتى من الدخان. الارجيله فيها مواد اللي حتى مش مفحوصه، يعني مواد اللي القار والنيكوتين حكالكم هون، وهي اشياء ضاره جدا بالصحه. احنا بنعرف انه اليوم يعني في مئات الحالات، ديروا بالكم مئات الحالات من السرطان موجود بسخنين وكل قريبة، وقسم كبير من اسباب السرطان والامراض الخفيفه والتدخين، سواء الدخان العادي اللي بندخنه او الارجيل. طبعا انا ما بعرفش اذا برضه انطلق لقضيه الاشياء الخطيره هذيك، ان شاء الله بيبعدكم عنها وما بتشوفوها. في كثار ناس من حب الاستطلاع بحبوا بدنا ندخن، بدنا نجرب هذا الاشي، بدنا نجرب هذا الاشي، بنزلقوا في التهلكه اللي هي بصير عندي نوع من الادمان، وهذا الاشي بياثر عليهم وعلى صحتهم وعلى عائلاتهم، وياما عائلات تدمرت وانهدمت بهذا الشيء. طبعا في انتم يمكن بتعرفوا الاستاذه جميله خلايلي اللي هي برضه مسؤوله بسلطه مكافحه التدخين. انتبهوا، كان زمان سلطه مكافحه المخدرات، اليوم سلطه مكافحه التدخين. التدخين يعتبر آفة اجتماعية كثير. الاستاذ احمد خلايلي بيجي جمعه موجود عندنا، وطبعا اشراف اداره المدرسه والمعلمين والمعلمات، معلم عدنان ومعلم نسمات ابو حسام، معلم افنان والمعلم مربل والمعلم سماح برضه موجوده معنا والمعلم ايناس. احنا بقول لكم ان شاء الله بنضلكم بعاد على واللي بقول لك جرب هالاركيل هلاني لا تنسى هلاني ايش رايك؟ الله يخليك. بقول لك دخن كله بديش ادخن، جرب الاركيل ريحتها صحيح بتسمعها بتشمها ريحتها منيحة، بس هي مضرة جدا، مضرة يعني فيها مواد اللي هي سموم قاتلة. بتمناش التوفيق، يعطيكم العافية. بشكل عام شوي مش محبذة بالمجتمع، إن كان تدخين إن كان كحول أو إن كان حتى مشروبات الطاقة هي بتحبوها أنتو إكس إل وريد بول، قديش فيها مخاطر جسمانية وصحية وحتى اجتماعية. فأنا بتمنى إنه هاي المجموعات الطاقة اللي أنا بتاخدوها والمحاضرات شوي كتير عشان نقدر نقلل من هاي الآفة. فمعك برضو أحمد دائما هو برافقكم، وإن شاء الله بتمنى إنه عن جد تستفيدوا منها. وأي سؤال أو أي توجه أنا عنواني بالبلدية بلدية سهل تسألوا عني، أي إشي بتحبوا تستفسروا تعرفوه في إمكانية تتوجهوا عندي. ماشي، يعطيكم العافية. طبعا كل واحد منا بده يفوت على الحمام، بده يبول، طبعا بالبول بده يطلع رذاذ، هذا الرذاذ بده يعلى على المعد صح؟ حتى لو انه ناشف فيه هاي الماده. طيب بده يجي ابوك امك اخوك اختك يستعمل معد، لانه احنا اغنى واحد فينا هون عنده حمامات اثنين، مش كل واحد فينا عنده حمام بالدار. ماكسيموم ثلاثة. فبعدين ما تفوت على الحمام بتفوتش امك بالالكول وبتعمل تعقيم، لانه جوا مش غرفة عمليات، جوا حمام. فهذا الرذاذ اللي بيجي يقعد عليه ابوك امك اخوك اختك شو بده يساوي؟ بده يعلى بدي يساوي شيء اسمه سرطان جلد. يعني انت يلي بتأرجل انت اكبر مسبب للسرطان في الدار. عشان هيك حتى لو انتوا بتأرجلوش، في البعض بأرجل، لانه فرجيتوا النسب قديش في منين اليوم، كيف الأرجيلة شرعية والأرجيلة لها احترام عندنا، وحكيت بس قدام كيف احنا عم نحترم الأرجيلة. طيب حتى صارت مكافأة الأرجيلة، إن أنت لو واحد مكافأة، يعني أنا كنت في مدرسة وأبو إجا يسأل عن ابنه، كأنه ابنه شاطر بس متأخر شوي، فبقول للأستاذ يا عمي شو بدك؟ جبت له نيال وجبت له بليفون آيفون وعملت له أوضة وعملت له إيش بده؟ بديت له إنترنت سريع وجبت له أرجيلة.
صارت الأهلوة أبوك هيك ها؟ مشجع الأرجيلي صارت. فشباب يعني انتوا لليوم اللي بأرجل عندكم بالدار قول له لو سمحت انت أقدر مصدر في الدار للسرطان. بيجيبوا لكم تفاح خربان مع نشارة خشب بزيدوا عليهم قلم شراب شبحة أو أبوه. بزيدوا عليها كل الوسخ بجيبلوها بجبال البطون بكفتولكوا إياها والشباب كيفي بتدخن معسل ملبس. ولو شفتوها عن جد بتعدوش تقربلو بتعدوش تطلعوا على الحسن. وطبعا عشان تعرفوا حتى أنا سمعت المحلات الغذائية اللي فيهاش الأشياء اللي بتحكي عنها بتعرفوا هاي الأشياء اللي بيجبلوا فيها على المطار أو لا آه طبعا ويبقوا اللي بيجبلوا لابسين جزامين ويعملوا فيها شو ويعملوا المعسل. يعني إذا شفتوهم بحياتنا ما واحد منكم بيقدم على الأرجيلي لأنه طريقة صنعها عن جد بالمرة. وطبعا عشان تعرفوا إنه كل معسل كل معسل اللي بيصل من برا بيصل بدون رقابه، يعني وزاره الصحه فيش ختم وزاره الصحه عليه انه وزاره الصحه برقبته، يعني في راس الارجيلي الواحد في شايفين هاي المواد اللي حكيت لكم اياها الصعبه هاي حكيت لكم اياها قبل. المفروض يكون اهتمام اكبر في شبابنا بالذات في ظل العنف في المستشفى في حاراتنا في مدارسنا في 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 شوارعنا. ففيش أدنى شك اليوم مكافحة المخدرات وجزء لا يتجزأ من 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 حفاظنا على شبابنا. علشان هيك احنا بنشوف الأخت جميلة عيوش اللي أخذت وظيفة كاملة عشان محاربة أو تحت نقول إرشاد، لأنه احنا بهمنا نجبر الإيد قبل ما تنكسر. وعلشان هيك احنا أعطيناها كل الدعم ورح نكون إن شاء الله إلى جانبها في هاي المسيرة المقدسة في محاربة أو مكافحة آفة المخدرات في وسطنا العربي. لأنه كثير من شبابنا مؤسف جدا بدل ما يآمنوا أنه سلاحنا الوحيد أو البطاقة الوحيدة لدخولنا للعالم الأكبر هي الشهادة الجامعية، هو نجاحنا في تعليمنا، نجاحنا في عملنا، نجاحنا في محافظتنا على عاداتنا وتقاليدنا. فقسم من شبابنا اليوم بروح للمخدرات للمتاجرة في السلاح الغير مرخص أو ما يشابه. فعلشان هيك اليوم ندير بالنا على شبابنا ونعطيهم الوعي الكافي، هذا مهم جدا. وظيفة الأخت جميلة إنه كيف اليوم تفوت على مدارسنا على مؤسساتنا على بيوتنا وتقول لهم قديش مهم الابتعاد عن آفة السرطان المستشري. نعم. اللي هو المخدرات. نعم. وهناك أيضا هناك البطاقة الأولى طبعا التدخين والنرجيلي وهذا أمر أدي خطير جدا في مجتمعنا. طلع مؤسف جدا أنه محلات الأرجيل في بلدنا قاعدة تكثر، وعشان هيك قلت أنه على بلدية سخنين وعلى الناس المسؤولين أنه نحط على قبال كل محل الأرجيل مكتبة، لأنه مجتمعنا بطل يقرأ، صار يهتم أكثر في الأرجيل في التدخين في السموم في شرب المشروب الممنوع. فكل هاي الأمور يعني لا بتليق لا في عاداتنا ولا في في في, في تقاليدنا ولا في حضارتنا. فعلشان هيك اليوم إنه الأخت جميلة بتفوت على مدارسنا وبتحكي مع طلابنا بتحكي مع شبابنا بتحكي مع بناتنا مهم جدا. قصة الإرشاد والوعي مهم جدا، وهذا الإشي اللي بتسويه الأخت جميلة على أحسن وجه. شكرا لك. أيضا معنا الأخت جميلة، يعني جميلة خلايلي، يعني تحكي لنا قديش في عندكم طاقة إنكم تزوروا هاي المدارس وتعطوا توعي للطلاب طبعا وجيل الشبابي. بهمني أول إشي طبعا أقول إن أنا عمليا كنتسجة أو كممثلة عن السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول اللي مصدرها بالأوتس، طبعا بلاقي الدعم برضه هنا من البلدية الرشوت محكومية. طبعا هنا إحنا بنشتغل بشكل نعمل مجموعات لتوعية محاضرات برضه كيف تفضل ابو محمد انه احنا هون بنشتغل على انه الوقاي خير من قنطار علاج. بهمنا نشتغل بالوقاي نوعي شبابنا بناتنا مخاطر الارجيله مخاطر مشروبات الطاقه الكحول المخدرات وكل انواعها. طبعا اليوم السموم كثير سهل انها تفوت عنا على بلادنا بالذات احنا انخرطنا برضه بالمجتمع اليهودي والانفتاح والعولمي، فهن بوسعوا كثير كثير قاعدين من البواب الباب اللي تفشى فيه كل هاي المخاطر. فعمليا احنا اليوم نشتغل كمجموعات علاجيه، في عنا محاضرات عامه زي كيف
قبل شوي كان عنا بالعددية به، وإن شاء الله بعد أخرى فترة نتوجه للجمهور. الجمهور عمليا هن المعلمين المعلمات المدراء والعاملين الاجتماعيين، بالإضافة برضو للشبيبة بخطر وللأهالي. عمليا هن عنا كثير، عنا برنامج محدد ومفصل كيف نشتغل مع الأهالي. عنا طبعا مرشدين اللي هن مختصين بهاي تنقول التقوية، كيف للأهل، كيف يصير عندنا الصلاحيات وكل هاي المواضيع.